تعالوا نراجع مع بعض مشوار الأهلي المتبقي في بطولة الدوري. صدق أو لا تصدق، صدق أو لا تصدق، حال تعادل الأهلي في كل مبارياته المقبلة في احتمال أنه لقب الدوري يضيع منه. رقميا وحسابيا الدوري مازال في الملعب، والنقطتين اللي فقدهم الأهلي قدام فيوتشر امبارح كانوا نقطتين غاليين جدا، وكانوا يأثروا جدا في فرص الأهلي في التتويج مبكرا. لو وصلنا امبارح للنقطة 72 كان كل السبع ماتشات اللي فضلنا محتاجين منهم بس خمس نقاط، خمس نقاط من سبع مباريات كانوا كافيين بتتويج الأهلي في الموسم الحالي بلقب بطل الدوري. ولكن التعادل ده دخلنا، مش عايز أقول في حسبة بيرما، لأنه ما زالت الفرصة قائمة وما زالت فرصة كبيرة جدا قدام النادي الأهلي. مش محتاجين غير 8 نقاط فيما تبقى في مشوارنا في الدوري. طيب ماتش فيوتشر اللي اتلعب امبارح هيبقى فاضل لنا بعده سبع ماتشات، يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله الاهلي والاسماعيلي. وخد بالك انه كل الماتشات اللي فاضله ماتشات دربيات، ماتشات دربيات، يعني ما لهاش علاقه بترتيب الفرق دي في جدول البطوله، ما لهاش علاقه بشكل ومستوى اداء الفرقه دي الموسم الحالي. الاهلي والاسماعيلي ديربي، شاء من شاء وابى من ابى، بالتأكيد مباراة بتبقى ليها حسابات خاصة. الاتحاد والأهلي مباراة ديربي، لأنه أنت بتتكلم عن يعني الاتحاد طول عمره الحقيقة فريق ليه شعبية وليه جماهيرية، والسنة دي الاتحاد مقدم عروض قوية جدا، وبالتالي مباراة برضو بالتأكيد مش سهلة على الإطلاق. الزمالك والأهلي، وحتى وإن كانت معاناة الزمالك مستمرة وبعنف الموسم ده، وفرصه في المنافسة على المركز أو يعني على الأول أو الثاني تقريبا هي انعدمت خلاص، لكن في النهايه يبقى او تبقى مباراه الاهلي والزمالك هي مباراه اهلي وزمالك، والدوافع عند الفريقين ما لهاش علاقه على الاطلاق بلقب البطوله او بالترتيب في جدول المسابقه. المقاولون والاهلي، ماتشات اتعودنا طول عمرنا من الثمانينات انه ماتشات الاهلي والمقاولين مباريات صعبه وليها ايضا حسابات خاصه. يمكن هستثني من ده الاهلي وحرس الحدود، رغم انه الحرس بالذات من الفرق اللي بتتعب الاهلي جدا في المواسم الاخيره. لكن ماتش الاهلي وبيراميدز بتكلم على انه بيراميدز هو اكتر فريق عنده دوافع في الدوري لتعطيل المشوار بتاع الاهلي، لانه هو الوحيد اللي قريب من المنافسه، يعني المنافس الحقيقي، ودي نقطه انا عايز اقف عندها بشكل كبير بعيدا عن المسابقه السنه دي، على تغيير او تغير شكل خريطه المنافسه في الكره المصريه، وخصوصا تبعات ده في السنوات اللي جايه. فالاهلي وبيراميدز هي مباراه بدون شك هتكون مهمة جدا وصعبة جدا ما لم يتمكن الأهلي من حسم اللقب قبل الجولة قبل الأخيرة، ودي هتكون يوم 23/7، ثم الختام مع المصري، وانتوا عارفين طبعا القصة والحكاية والتاريخ والرواية بين الأهلي والمصري على مدار تاريخ طويل جدا 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 من المنافسة بين الأهلي القاهري والمصري البورسعيد. طيب قصة الحكاية والرواية والمشوار والإسماعيلي اللي جاية ومصر وغينيا بكرة هنتكلم فيها مع نجمنا وضيفنا النهاردة كابتن أحمد عبد الفتاح، هيكون معانا ضيف علينا في السادسة لكن بعد الفاصل.